ده يخليني اروح للمجلس الاستشاري اللي بيضم 30 شخص من نقدر نقول الاسامي المعروفه، اذا كان على مستوى السياسه او على مستوى الصحافه او مجالات مختلفه، المستوى السياسي يعني الحزبي. وفي ناس معارضين جدا لوجود هذا المجلس. لغايه دلوقتي احنا مش فاهمين بالظبط دوره هيبقى عامل ازاي وايه صلاحياته. في اسامي رنانه، وفي نفس الوقت غياب التيار الاسلامي عن تواجده في هذا المجلس. هل ده يخلينا نقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه عايز يبقى بيقرب للقوى المدنيه بشكل مختلف، تحديدا بعد نتيجه الانتخابات المرحله الاولى، ولا هو احتياج كان موجود وتاخر وجه بس في وقته؟ يعني هو طبعا الاصل يعني حتى الناس المتشككين جزء منهم ناس ما يقولك لماذا الان، والحقيقه ما فيش حاجه جت الان، دي حلول يعني ايه حلول وسط لمطالب كانت مطروحه. يعني من الاول كان في دائما فكره ايه، والله نشكل مجلس رئاسي اما مدني، اما ان هو يتولى السلطه وحده او يبقى في شركاء من القوات المسلحه تتولى معاه السلطه، وكان في رفض لهذه الفكره، وبعدين حصل شكل من اشكال الضغوط. ففكره المجلس الاستشاري دي كانت فكره وسط بين مطالبه الثوار برحيل المجلس العسكري وبانه يحل محله مجلس مدني، وبين انفراد المجلس العسكري بالحكم بكل القرارات، فجت هذه الفكره الوسط. طبعا الان لانه الفكره لم تنفذ حين طرحت لاول مره بشكل مبكر بعد فبراير، فالآن أصبح المكان الزمني المساحة الزمنية المتروكة لهذا المجلس متأثرة بما حدث من تطورات السلطة التنفيذية مثلا، الآن لم تعد في يد المجلس بشكل كامل أو جزء كبير منها جدا، انتقل إلى وزارة الدكتور الجنزوري بناء على يعني اشتراطه، وانتقلت إليه جزء كبير جدا من السلطة التنفيذية. المجلس الاستشاري المعمول الآن هو مجلس في حدود ما فهمت من التصريحات مجلس استشاري للمجلس العسكري، حيث هو يمارس سلطة رئيس الجمهورية. لا يوجد للمجلس العسكري الآن من سلطة إلا سلطة رئيس الجمهورية، فهو هذه المجموعة من الناس بتشير على المجلس العسكري بتبدي له آراء في بعض الموضوعات اللي هي مفروض إن هي بتدخل في سلطة هو كقائم بعمل رئيس الجمهورية. أنا من ناحية الموضوع يعني بالمجمل أنا كنت دايما بطالب إنه ما تقطعوش سلوك الحوار. الحقيقة جزء من الأخطاء التي حصلت في الشهور اللي فاتت إنه في مرحلة من المراحل حصل صدام بين شباب الثورة وبين المجلس العسكري، فانقطعت الاتصالات تماما بين الطرفين، ما عادش كانوا في البداية في الأول بيقابلوهم ويتناقشوا معاهم ويسمعوا منهم وياخدوا منهم، ثم بعد شوية الثوار نفسهم انسحبوا من هذه المفاوضات، والمجلس العسكري لم يحاول إن هو يعمل مفاوضات، وبدأوا الشبان يقولوا ده بيصطنع ائتلافات وهمية إلى آخره. أنا رأيي إن الموضوع إحنا قدامنا 6 أشهر اللي فاضلين لهذا المجلس، هذا المجلس بيضم شخصيات كلها محل احترام تحتاج إلى بعض التوسيع وبعض الإضافات ربما، آراءه بيقول آراء للمجلس العسكري قد يأخذ بها وقد لا يأخذ بها، ده لا يعني إيه لا يضر فيه، لأننا طوال الوقت من واجبنا إن إحنا نفضل نتكلم سواء بالجرايد وهم بيقروا أو سواء وجها لوجه إذا التقينا بهم كأفراد أو كجماعات أو كممثلي أحزاب، لأنه لا يوجد أي حل للمشاكل التي تواجهها مصر الآن ولا حتى بعد إتمام الانتخابات إلا أننا نستمر في الحوار. طب ازاي خليني برضو اسال استاذ صلاح، دلوقتي حضرتك قلت انه المجلس الاستشاري كما هو اعلن من التصريحات ان هو بيساند المجلس على القوات المسلحه في اداره البلاد، وفي نفس الوقت تم بيشير اراء وبالتالي وفي نفس الوقت تم اسناد صلاحيات رئيس الجمهوريه لمجلس الوزاره ودكتور كمال الجنزوري. هو هنا مين ساعتها يعني مين اللي عنده الجمهورية ايه؟ رئيس الجمهوريه اصله له صفتان في الوضع المصري، هو له صفتان. تمام. هو عنده السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية والحائز الأصلي للسلطة التنفيذية، وهذا هو ما تنازل عنه للجنزوري. الجزء الثاني هو رئيس الدولة. تمام. بيصدر القوانين وبيصدر التشريعات، هو رئيس الدولة. فهو في هذا الجزء الذي يدخل في اختصاصه كمجلس عسكري بيستشير بهؤلاء الناس في المجموعة دي. تمام. وهؤلاء الناس من الممكن هم يتطوعوا بتقديم مشورات في موضوعات أخرى يقدموها للمجلس العسكري، واللي احنا شايفينه الان عندهم يعني نوع من الافكار حوالين مثلا طريقه تشكيل اللجنه اللي هتضع الدستور، بيقولوها للمجلس العسكري ياخذ بها او لا ياخذ بها شيء ثاني، لكن هم مجموعه من المتخصصين من ممثلين اتجاهات في الراي العام بيقولوا للمجلس العسكري، احسن ما المجلس العسكري يعتمد على نفسه
او يعتمد على تكنوقراط فنيين موجودين في عنده او في اجهزه الدوله الاخرى. فانا رايي ان ده عمل ايجابي ولا ومش كبير قوي، لذلك مش شايف مبرر قوي للايه للخناقه اللي دايره حوالينا. طيب هل غياب التيار الاسلامي يا استاذ جورج عن التواجد في هذا المجلس الاستشاري يضع علامه استفهام على التيار الاسلامي؟ التيار الاسلامي في حاله يعني هم بيحتفلوا دلوقتي، هم في حاله احتفال، في حاله احتفاليه فمش شايفين كويس يعني. هم من كتر ما الحكايه كبرت قوي كده فمش باصين كويس على المشهد. انا شايف ان المجلس الاستشاري ده انه فعلا كان البعد السياسي غايب، البعد السياسي كان غايب عن المجلس العسكري، لانه الحوارات كانت حوارات متجزأة، يعني كل واحد يخش عندهم يقول لهم حاجة غير التاني اللي بيقولها. وده اللي قلناه من زمان، انه وحدوا يعني ما حدش يروح لوحده، كل الناس يعني يشكلوا مجلس زي اللي احنا، بس الوقت متأخر قوي، كل حاجة متأخر، تيجي بعدها بشوية، كل حاجة متأخر، العزل السياسي متأخر، المجلس الشاري متأخر، يعني البطء في الحركة، الحركة تقيلة قوي، الحركة تقيلة. بس انا شايف انه لغايه دلوقتي انا مش عارف ايه هي خصائص المجلس الاستشاري، ما فيش حاجه واضحه لغايه دلوقتي. عايزين اعتقد انه بالممارسه هنشوف. في ناس بتقول احنا عايزين القرارات اللي نطلعها تبقى ملزمه، واذا ما كانتش تبقى ملزمه هنستقيل، واخد بالك ازاي؟ فهل هي هتبقى حاجات تشاوريه ولا مستشاري حاجات ملزمه؟ في رئيس حكومه وفي اختصاصات واخدها رئيس الحكومة من اختصاصات رئيس الجمهورية، كل ده يعني مش المسائل مش واضحة، الممارسة هتبين بقى إلى أي مدى. بس أنا بنصح التيار الإسلامي أنه يتواضع قليلا ويهدى كده شوية، عشان كده بيخوف الناس أكتر، رؤيته مش واضحة، يعني ده مسألة مربكة للحياة السياسية كلها يعني. طيب أستاذ صلاح، أنا بس كنت عايز يعني بالإشارة لما أشرت إليه حضرتك قبل ذلك فيما يتعلق بموقف التيار الإسلامي، المشكلة إنه التيار الإسلامي إحنا بنستفيد الآن، بنجني ثمار الديمقراطية الآن. طيب. إنه بالفعل كل القوى السياسية ممكن تعدل في مواقفها على ضوء ما بتشوف اتجاهات الناس، الجماهير رايحة فين، بتشوف ردود أفعال الجماهير على ما تطرحه من أفكار أو ما تطرحه من شعارات. أعتقد أنا إن أهم حاجة هتعملها الديمقراطية المصرية وخاصة بالنسبة للتيار الإسلامي أنه سيجد نفسه أمام الأول مرة أمام واقع بيتعامل معاه، فهيضطر أنه الأفكار المثالية أو القديمة اللي موجودة في ذهنه يضطر أنه يحاول أن يوائمها مع الواقع. لكن تصرفاته ومواقفه ومنها موقفه من المجلس الاستشاري بتكشف عن أنه بينطلق من فكرة أساسية، أنا الشعب والشعب أنا، أنا الدولة وأنا الشعب وأنا الأغلبية وأنا الوطن وأنا الله، والصندوق قال كده. والصندوق قال كده، والصندوق قال كده، وبالتالي يرى أنه مش من حق حد أنه هو يشارك، ولا أنه يكون طرف من بين أطراف، وأن أنا ما أخشش أبقى مستشير أشير على حد، ولا أنه إحنا الذين سنقرر، أما وقد أخذنا الأغلبية فنحن الذين سنقرر لكم كل ما نريد، ولا أحد لا يشير علينا احد. وبالتالي هم عشان كده مش رافضين ان هم يدخلوا المجلس العسكري، ومصرين الى انه الصندوق هو الفيصل بينهم وبين الجميع، بافتراض انه الصندوق هيجيبهم هم. اذا جابهم الصندوق، اذا جاب غيرهم مش هيقولوا كده، اذا جاب غيرهم او جاب يعني خلاهم محتاجين اخرين مش هيقولوا كده. فدي فكره انا اتمنى ان هم يراجعوها، اتمنى ان هم يتاملوها بشكل صريح، لانها فعلا رفض للشراكه الوطنيه. كل مواقفهم من المبادئ الرئيسية للدستور، من المشاركة في المجلس الاستشاري، من الحاجات اللي زي دي، تنطلق من فكرة واحدة، نحن الشعب وكلكم أتباع لنا. عليهم أن هم يدركوا أن احنا يعني بنسعى لبناء دولة المشاركة الوطنية، دولة الدولة التي تعبر فيها كل الأطراف وكل الاتجاهات وكل التيارات عن نفسها، وأنه فكرة التيار الكاسح والذي يخنع له الجميع دي انتهت من زمان. على فكره بس هم يعني كانوا رافعين شعار دايما يقول لك المشاركه لا المغالبه.
احنا مش شايفين الشعار ده دلوقتي. لا هم رأتوا، هم قال لك المشاركه ثم المغالبه. فهم نطوا مره فجاه من المشاركه الى المغالبه. وده يخليني اروح بقى لنقطه تانية خالص، وابعد عن التيار الاسلامي والانتخابات والمجلس الاستشاري، واتكلم على حكومه دكتور كمال الجندوري. لغايه دلوقتي الاعتصام قائم عند مجلس الوزراء، وفي حاله رفض لحكومه دكتور كمال الجندوري انه من العصر اللي فات وما شابه. وان كان برضو عايزه اشيد قبل ما اتكلم عن تقييمكم للحكومه بشكل عام واختار الاشخاص اللي فيها، عايزه اشيد بدور الداخليه. يعني بصراحه احنا فجاه شفنا الداخليه متواجده بشكل يحترم جدا، واستشهد بصراحه يعني شباب زي الورد من ضباط الشرطه في محاوله ان هم يقضوا على ظاهره البلطجه والمشاكل اللي احنا بنعاني منها، وهم على راسنا من فوق طبعا. بس خليني اسال سؤال قبل شويه، معنى كده ان هم كانوا بقالهم 10 شهور قاصدين ما يبقوش موجودين استاذ جورج؟ انا مخضوض من اللي بيحصل ده. صحيح صح؟ يعني انت كان عندك فرصه انك انت، احنا قعدنا من غير امن، ولما تشوف الجرائم اللي حصلت في المجتمع المصري لا تقارن بعدد السكان. وطبعا كان في جرائم فوق زياده شويه، بس كان ده ممكن ينتهي. يعني الخطف والعمد يعني كل ده كان ممكن نشوفه مش على موجود على الساحه. السؤال ما ده عايز برضو عشان الشعب المصري يفهم، طب انت كنت سايب الامن الفتره دي كلها ازاي يعني بالطريقه دي؟ انزلي شوارع وسط القاهره تلاقيها عباره عن اسواق عكاظ، يعني حاجه ما لم نشهدها من قبل. وده بدا يتسيطر عليه دلوقتي بشكل كبير يعني. بشكل ما يعني انا بتمنى، لان من غير الامن طبعا ناس في حاله فزع على طول دايما. انا لسه شاب من اللي كانوا بيشتغلوا معايا في المعادي اول امبارح موقفينه في عز النهار وعيلين مطلعين سيوف وكده وبتاع، يعني الدنيا لسه مش متماسكه.